اهلا بيكو. احنا في المحاضرة دي او في الدرس ده بنتكلم على الكيوريشن. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن السكراب بوك وفكرة السكراب بوك، وانك تخلق حاجة تلم فيها لينكس للماتيريال او حتى الماتيريال نفسها. النهاردة هنشوف بقى الماتيريال. انت المفروض عشان تعمل كيوريشن بتلم حاجات مختلفة لها علاقة بالموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه. الحاجات المختلفة دي ممكن تكون articles، ممكن تكون videos، ممكن تكون pictures، ممكن تكون حاجات من موكس وهنتكلم عنها بسرعة. المهم ان انت في الاخر عايز تلم الحاجات دي مع بعضها. فلو ابتدينا مع بعض نتكلم عن الارتكلز مثلا، انت اول ما عملت عملية السيرش بيظهر لك على جوجل شوية حاجات لها علاقة بالكيوردز اللي انت عملت لها سيرش. المفروض ان انت الارتكلز دي في المرحلة الاولانية وانت بتلم اللسن بتاعك او للكورس بتاعك تبقى براوزنج كويكلي، بمعنى ان انت مش كل حاجة هتقراها بتفاصيلها كلمة كلمة كلمة، وانما بسرعة كده بتبص على الحاجة اللي التايتل بتاعها انترستينج، تحس ان فيها معلومات مشروحة بشكل واضح، تقوم تحطها على طول على السكراب بوك بتاعك. السكراب بوك بتاعك ده احنا اقترحنا بنترست، بس في ابلكيشن تانية لطيفة اسمها جوجل كيب، ممكن برضو تنفعك في الشغل. وجوجل كيب له مميزاته، وان كان بنترست ميزته الاعلى طبعا ان انت تقدر تعمل شيرنج للحاجات دي مع الترينيز بتوعك او الليرنرز. برضو ممكن الارتكلز دي تعمل لها برينتينج. فانت مثلا لما بتفتح البراوزر وتشوف اي ويب بيج تقدر تقول لها، تقول له برينت، هيعملها لك برينت بي دي اف والداونلود عندك على الكمبيوتر. وفي الحالة دي السكراب بوك بتاعك بقى مور لايك الكمبيوتر مش البنترست، which is برضو quite fine على اساس ان احنا ساعات بنحب نشتغل اوفلاين فتبقى معانا الحاجة اللي احنا عايزين نتفرج عليها. لو حبيت تعمل لها بيننج بتدوس على الزرار بتاع بنترست زي ما اتفقنا قبل كده، وبتختار بقى البورد اللي انت عايز تحط عليها والسكشن اللي انت عايز تحط عليه وتقول له بين او كرييت نيو بورد حسب اللي انت عايز تعمل. الارتكلز الحقيقه اللي احنا ممكن نفتحها ليها مميزات وليها عيوب. اي ارتكل في الدنيا من عيوبها انك لازم تقراها، فلو انت من الناس اللي بتستريح في القرايه ده مش هيبقى عيب. لكن من مميزات الارتكلز بشكل عام ان انت بيبقى عليها المعلومه محطوطه فيها بشكل مرتب، وتقدر تطلع منها بحاجه، ممكن حتى تاخد منها كوبي بيست تكست، وما تنساش وانت بتعمل كوبي بيس انك بتحط الريفرنس للي انت واخد منه، وبالتالي انت هنا برضو ايه بتسهل لروحك عملية انتاج الماتيريال الجديدة. الارتكلز طبعا احنا عدينا عليها بسرعة، لكن يهمني دلوقتي بقى موضوع البرزنتيشنز. النت مليانة ماتيريال. الماتيريال دي ممكن تبقى في صورة برزنتيشنز انت تقدر تستخدمها بنفسك، والبرزنتيشنز دي بتبقى محطوطه على ويب سايتس، جزء منها بيبقى ديديكيتد لان هو يحط برزنتيشن زي سلايد شير مثلا. هوريك انا حاجه دلوقتي على سلايد شير، بس اللي يهمني الحقيقه وانت بتفتح السلايدز حاجتين. اولا طبعا برضو موضوع الملكيه الفكريه، ان لو حد حاطط البرزنتيشن ومش مديك الحق ان انت تستعملها ما تحطش نفسك في مشاكل، ما فيش داعي ان انت يتقال عليك ان انت بتسرق ماتيريال. يبقى جست اقراها، واذا استفدت منها برضو حطها في الريفرنسز اند سو اون. الحاجة التانية، وده بقى واحد من عيوب البرزنتيشنز، ان انت لازم تاخد بالك ان البرزنتيشنز بتبقى فيها جاب كبيرة في الحاجة اللي انت بتقراها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السلايد عادة المفروض ان انت بتعملها مش في ما فيهاش الماتيريال اللي انت بتقولها، هي فيها صورة، فيها كلمتين، فيها حاجة بتشير للموضوع اللي انت بتتكلم فيه، لكن
اغلب الموضوع او اغلب المعلومه بتتوصل عن طريق اللي بيتكلم. فهنا انت لما بتفتح البرزنتيشن انت المفروض اللي بتشوفه هو ايه؟ حاجه زي اللي قدامك دي، سلايد. سلايد فيها ايه؟ تايتل، فيها كلمتين، جمله بسيطه، وصوره بتنبهك لحاجه او بتلفت نظرك لحاجه مهمه. غير كده بقيه الكلام مين اللي بيقوله؟ انت بتسمعه مني. This is how we create presentations. وده موضوع اتكلمنا فيه او probably انت اتعاملت معاه لما قلنا ازاي نعمل presentations للمحاضرات. فمن هنا في جاب كبيرة. انت ممكن بقى لو انت مش familiar بالموضوع اللي انت بتحضر له الدرس او الموضوع اللي انت بتحضر له الكورس، ما تبقاش عارف هو المفروض ايه اللي يوصل النقطة دي بالنقطة دي، ايه اللي خلاته يعمل سلايد دي للسلايد دي. طب لما احط السلايد دي الكلام اللي يتقال عليها مناسب يكون شكله ايه؟ او لما استخدم الفكرة بتاعت السلايد، بلاش ناخد السلايد على بعضها، لو هستخدم الفكرة بتاعت السلايد دي ايه اللي هحطه وايه اللي هقول. فهنا الحتة دي كلها لازم تحطها في اعتبارك وانت بتتعامل مع السلايدز. من احلى الويب سايتس الحقيقه اللي بجيب من عليها سلايدز هي سلايد شير. والسلايدز بشكل عام بتنفع انها تديك فكره عن موضوع جديد انت ما درستوش قبل كده. المفروض زي ما قلنا لو هتستعين بالسلايدز انت عندك فكره كويسه عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. لكن طيب لو انت ما درستوش قبل كده، يا ترى الاحسن اعرضه ازاي؟ اعرض ايه قبل ايه؟ ترتيب الافكار شكله ايه؟ ايه الموضوعات اللي تتقال في وسط الكلام؟ هنا البرزنتيشنز ممكن تديني فكره لطيفه جدا عن اللوجيكال اورجانيزيشن والمعلومات اللي محتاجه تنضاف في النص. مش كل البرزنتيشنز قيمه، اكشولي اغلب البرزنتيشنز هتلاقيها مش قيمه، لكن اللي قيم منها الحقيقه يستحق ان انت تستفيد بيه. وانا شخصيا على مدار الاكثر من دلوقتي بقيت بتعامل مع سلايد شير دلوقتي اكثر من 10 سنين، على مدار السنين دي ياما برزنتيشنز استفدت منها استفادات كبيره جدا وخدت منها افكار كتيره، حتى لو ما نقلتش منها مباشره، وقليل لما بنقل مباشره، وانت هتشوف انت قليل لما هتحتاج تنقل حاجه مباشرة من سلايد لسلايد لما يكون لك لما يكون مسموح ليك بكده. مع ذلك الافكار ما زالت بتسع. هنا وصلنا لسلايد شير. انا هقف معاك شوية عن سلايد شير، هنفتحه على البراوزر في الفيديو الجاي ونتكلم على بعض الحاجات البسيطة فيه، وهو فيه امكانيات كتيرة. فخلينا نقفل الفيديو ده مع بعض دلوقتي او نخلص الفيديو ده مع بعض ونروح في الفيديو الجاي نتكلم على السلايد شير وازاي بنشتغل عليه وبعض الامكانيات اللي ممكن تلاقيها عليه. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ونكمل مع بعض الكورس.